تعال نتكلم بشكل مختلف شويه. وانت كابتن عمرو كمحلل كروي ما شاء الله عظيم وعندك خلفيه كويسه جدا، ده غير خبرتك كناشئين داخل نادي الزمالك اللي انا مبسوط جدا بحياتك قلتها يعني، وهي قصه منتخب مصر النهارده. الكابتن عمرو اديني عنوان لمنتخب مصر النهارده. فوز معنوي لمنتخب مصر وليس فوز فني. فوز معنوي لمنتخب مصر. خلي بالك الفوز النهارده كسبنا، احنا كسبناش كوره. احنا كسبنا معنويا. تمام. كابتن ايهاب جلال يعتبر تاني مدرب بعد كابتن حسن شحاته يفوز في اول مباراه يلعبها ليه كمدرب. طب انت قلت عنوان معنوي. يس. معنوي ولا باهت؟ لا معنوي. معنوي يعني ايه؟ هو معنوي وباهت في نفس الوقت. معنوي لان هو مش ده منتخب مصر، مش ده اللي انا وانت عايزين نتفرج عليه. تمام. مش دي الفنيات اللي احنا مستنيينها، ولكن هو معنوي. انت خدت في الاخر ثلاث نقاط في ظروف معينه حصلت لك، انت خارج من هزيمتين وخارج من هزيمتين من نفس البلد، السنغال في كاس افريقيا والسنغال في تصفيات كاس العالم. فاعتقد ان الفوز بتاع النهارده هو فوز معنوي لتجديد مش الثقه في كابتن ايهاب، لا تجديد الثقه في اللاعبين الموجودين، لان ما حصلش تغيير كتير قوي في الوجوه الموجوده دلوقتي عن تمام. هم نفس اللعيبه، هم نفس التشكيل، هو نفس ال 40 او ال 35. ما تحسبش لان انت في يعني انتهيت في حته ومكان ما انتهيت ابتديت، دي حاجه ما تحسبش للكابتن ايهاب. انت شايف ان هي حاجه سلبيه يعني؟ لا مش لا مش هو كابتن ايهاب جلال ما فيش مدرب اتكابتن مسك من ثلاث ايام ما فيش تاثير ليه. على فكره كابتن ايهاب جلال في المؤتمر الصحفي قال ايه؟ قال انا مش هغير كتير من طريقه لعبي. كابتن ايهاب جلال ما بيلعبش ب 4 3 3. ايوه. كابتن ايهاب جلال بيلعب 4 2 3 1. الطريق 4 2 3 1. فبالتالي هو لما جه استلم منتخب مصر ما حبش يغير، هو قال كده، قال انا مش هغير كتير في الطريقه لا انا هعتمد على حاجتين، هعتمد على الخبرات المتواجده في المنتخب المصري وبالظبط كده، وهعتمد على اللي هم الكابتن مع صلاح مع اللعيبه القديمه. تمام. انما مش هيغير في الطريقه. طيب هل هو مقتنع بالطريقه ولا لا؟ ما اعتقدش الكابتن هاني مقتنع بطريقه 4 3 3. هتودينا لحد فين طيب؟ يا فندم؟ هتودينا لحد فين في البطوله؟ الفتره الجايه احنا عندنا ماتش يوم الخميس الجاي. تمام. هتبين التطور بقى بتاع يعني. انا برضو ما اقدرش احاسب كابتن ايهاب جلال دلوقتي، لازم اديله الفرصه بتاعته على الاقل الماتش الاولاني والثاني والثالث. مش عايزين نغلط نفس غلطات كابتن حسام البدري، لان كابتن حسام البدري وكابتن ايهاب جلال ما عندهمش قبول ولا قبول جماهيري، خلينا نبقى صريح، ولا قبول يعني اللي هم اللي محللين الاداء واللي هم بيطلعوا في الناس اللي بتتفرج يعني وبتقول رايها بالظبط كده. ما عندهمش القبول، هم كانوا عايزين حد معين الحد ده، ولكن في الاخر ما عندهم. عشان كده تلاقي كتير من المدربين، كابتن حلمي طولان قال لك كل الدعم للكابتن ايهاب جلال، كابتن طارق العشري بيدعمه ايهاب جلال، لان هي تجربه محتاجينها تنجح. تمام. ايهاب جلال كابتن ايهاب جلال محتاج يعرف هو ايه الطريقه المناسبه للمنتخب، مش الطريقه اللي هو بيلعب بيها. هيعرفها ازاي طيب؟ هو عنده القماشه بتاعته، عنده اللعيبه، يقدر يحدد اذا كان هيلعب ب 4 2 3 1 باعتماد على صانع الالعاب. ممكن نقول وقت مثلا بالظبط كده، او يلعب ب 4 3 3. تمام. هو اللي يقدر يحدد، هو اللي يقدر يقول هل دي بتاعت الكابتن ايهاب وما ينفعش حد يتدخل فيها بشكل عام عشان تبقى هي في الاول وفي الاخر.